الحمد لله رب العالمين الذي نستعين على امور الدنيا والدين فضلنا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني في الله وهو اربعه او ثلاثه تقريبا نفس الوقت وبعد ذلك تقريبا خيارات ثم اعطى الدوار حصل تيسن بينما اعطى يسوع كانت بسنوات فلم يكن على زيادة وعطى رد المعاد كمية ضد الشهوات كان موسى يحتاج الى سنوات ثلاث اشهر ثلاث انهار ثمان يمكن ان يكون محمد مسرحة بالغالبة والعبادة التكملة هو محمد بكر عزيزنا البوكسر ومن الاهلي كان كما تدعو في الكتاب عبد الجليل عبد الرحمن عبد العزيز ياسين بعد كل من جاء العمر في الجليل وكل حقاً كرم الله الاتصال اليه واحسن جواه غالي زار الخليفه وفي الطير جديد فاني يمكن عليه والعباد عبد الجليل الله اكبر لا اله وقد جاء سيدنا الغالي على العالم معلم علي احمد الله وعلى الله حاجي وسيم كيكا في مقال معي ليلة وعشرين من سنة حتى في الله يحفظه وعن كنت أقول أن أنت في دين الله قلت إلى بلان في جنسانه وإذا قد رأى القرآن خاصة بإعلامه وعشرين على الله في سبحانه أعطى فينا من الرغم معي فأسئل على إنه يحفظ القرآن في نهاية السنوات الآية وأن كنا حاملة أمسا مشكولة وعطى عطى مدى فقط رأيك عطى رأيك إن يكون الحمد كما ذكرت إخواني مدى رأيك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وعلى أبصارهم إجابة ولهم عذاب
يقول آمنا بالله رب اليوم الآخر وما هم بمؤمنين يبادعون الله والذين آمنوا وما يبادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما هم المفسدون ولكن لا يشعرون إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم فهم يرفعون لا يهديون كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هجر الموت والله محيط بالكافرين البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم أخرج بي من الزمات رزق لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلها ترجع لكم من دون الله أنتم صادقون وإن كفروا ولن تفعلوا لما تعدى لنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وغطوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويأتي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ويقطعون ما أمر الله به أن يرسل ويجدون في الأرض أولئك هم الخاسرون فتكفرون بالله وكنتم أمواتا
خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
تخسرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ ندخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا عند فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله وأنفقوا في الأرض مسكين. وقلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وغثائها وفومها وعدسها وبصرها. قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك مما عصوا وكانوا يهتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تهتدون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ولفتكم لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين تدعون منكم في السبت لما بين يديها رفع خلفها وموعظة للمتقين.
الله يأمركم أن تدفعوا ضررا قتلتم نفسا فداركم بها والله ولد ما قتلتم فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعملون ثم غست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يفيض بحجة الله وفى الله بواقع ما جمر فقد معمول أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم ثم أنتم تدخلون ثم أنتم
أنفسكم ما تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم بإخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا رضا بحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين سلبوا الحياة الدنيا وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس الله الله افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء يا
إن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فقام الثور حتى يأتي الله بأمرهم إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من يتلون الكتاب كذلك وعلى الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كان فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها All right.
الذين آية كذلك غال الذين واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق بدين الدائمين والراكبين والركع السجاد قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن اليوم الآخر ما نبصر لبابا نتيا
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه لأنك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذي رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا
استعينوا بالصبر والصلاة التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
سنوا الضلالة في الهدى المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من بغيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء الشهر فليصمه ومن كان مريضا الله. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون What up?
وليس البر بأن تأتوا البيوت من دورها ولكن البر من سوى الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فلا إثم عليه
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم مستهم البأساء والضراء وجزنا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نزل على إمام نزل إمام يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلمن والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم
حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيا مصر يا وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله خير من مشركة ولو أعجبتكم ألا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
فيهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله ذلك يوعد به من كان معكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم أثر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم يا سلمتم ما أتيتم بالمعروف فاتقوا الله يعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما بلغن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبيرا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء وَمَا يَذَرُونَ أَزْوَاجًا
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخذنا ما ديارنا بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه وبغية مما ترك آل موسى لما فصل داروت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا ضاقة لنا اليوم بجاروت وجنوده قال الذين يظنون أنهم مراق الله كما وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو الفضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم وإن الله يأتي وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان
لهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة نار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها زهرة من أبو كذلك لبين الله ومن آياته لعلك ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منها ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربي وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة
يسارعون مسمّا فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغز بوجهه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوه إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جراح ألا تكتبوها وأجدوا إذا تبايعتم لا يظهر الكاتب ولا كاتبا فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي تمن أمانته وليتق الله اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا فلامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه هدى للناس الذين كفروا بالحق تلقى الجاهل لا إله إلا هو الذي أنزل عليك الكتاب
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله النساء والبنين والقراضي المغادرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنام والأرض ذلك متاع الحياة الدنيا الله عنده حسن المآل قل أنبئكم بخير ما ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات إلى كتاب الله إلى قبل 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 الله إل
Yeah.
البركة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم نذير ربك وجدها الكريم الله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص ونساءكم أنفسنا وأنفسكم
في سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لما دون الله ثم جاءكم
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ولا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار ما ملكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله حبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما يفرحوا بها ويتصلوا
كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا يؤتي
كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما قهدوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كان قولهم إلا أن قالوا ربنا بالله وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم الرسول يدعوكم في أغريكم فأثابكم عمّاً بعمّ لكي لا تزلوا على ما فاتكم على ما أصابكم فالله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر ما جاء قل إن الأمر كله لله يخفون بأنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم استزلهم الشيطان بما لما كسبوا ولما اتقى الله أنا منهم لا مقدور عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. Allah.
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويتكلم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلت من لا يعلم من أجلها إن الله على كل شيء قدير أصابكم يا مرضى جمال بإذن الله قد يعلم المؤمنين قد يعلم الذين نافقوا وقيل لهم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب من قبل الإيمان يقولون في أفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يزعمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أضاعونا ما قتلا لم يمسسهم سوء واتبعوا حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليضيعكم على الغيب ولكن الله يتبع بالرسل من يشاء بحكم الله ونزعي من يتبعون ولا يحسبن الذين يبخلون بما الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم فيدعون ما بقدر
تكتب عيد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكل النار. ومن الذين أسلموا وتكفروا وكفروا وتكفروا إن ذلك من الرقمان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن لكن الذين
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ومن كان وليا فليستعفف ومن كان فقيرا فليمرض فلها النصف ولأبويه
فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ كلالة أو امرأة وله أخ أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث تشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا بحقكوهن للبيوت حتى يتوفاهن الموت أو من أرضاهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما بفاحشة مبينة وعاشروهن فتأخذونه
النساء بنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم حلائل أمائكم الذين من أصلابكم تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك اكتسبوا النساء نصيبا مما جزينا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين أرادتا
وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع حكما من أهله وحكما من أهلها يريد ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء بأرسنتهم وردعنا في الدين ولا أنهم ما لا سمعنا وردعنا واسمعنا لك يا غير الله وهو فوالك إلا أنا هم الله لا يؤمنون إلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا
مصدقا لما معكم ما نبل أن نغمس وجوها ونردها على أبدالها كما لأن أصاب السد وكان أمرنا لمقولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء من تحتها الأنهار خالدين فيها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أهلكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحدث